لا بد أن يرجع العباد وأن يطهروا قلوبهم. عشان كده ربنا قال عن أصناف من الناس: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نسأل الله العافية والسلام. ناس قلوبهم مرضانة، ربنا يأكلهم ويشربهم، ربنا يرزقهم العافية والأموال والأراضي والمساكن والسيارات والعمارات، ربنا يرزقهم الأمن، وربنا عز وجل يرزقهم الأهل، وربنا عز وجل ينعم عليهم بأصناف النعم الظاهرة والباطنة، وهم في حالهم من الشرك أشد من حال قريش. ده اللي بتنشر لنا اليوم هذه الطرق الصوفية الموجودة عندنا الآن، وهذه سبب الوباء والبلاء. يا أخ ناسي، ناس يقول لك إحنا متحكمين في الكون، زي ما قال البرعي في كتابه أعلام الطريق، يعني ديل المنارات والناس اللي بيقتدوا بهم في الطريق، يعني في الدين بتاع التصوف. منهم حسن وتحسونة، قال حسن سيدي بحسونة بكم، حسن فوق الكون متحكم، حسن كم فتح متكمكم، حسن كم نطق متبكم. ده كلام شرك في الربوبية ما خالف فيه حتى أبو لهب أو حتى أبي لهب وأبي جهل. يجيك تاني في كتاب بتاع ود بدر، كتاب اسمه سراج السالكين، يقول ليه أولياء الله الكمل 8، 4 في اليمن و4 في السودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، ما جاءوا. قال وأما الذين بالسودان فمنهم الشيخ، قال دفعنا المصوبا، وقال ده المعروف بمصوبنا الحضرات. الصوفية عندهم إنه بتحصل مقام في الذكر بتقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوانا الناس بتموت لها 7 شهور، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء حل لنا مشكلتنا ليلة وكان بمرق. النبي صلى الله عليه وسلم يجيك انت يا صوفي ولا يجي يشوف الحاصل شنو في السودان وفي سوريا والشغلة كثيرة. المهم قال وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. 40 سنة الشيخ قال بيجر في الشمس، وكراعك دي مثبتة وين؟ انت لما تجر لابد كراعك دي مثبتة صح؟ والشمس أكبر من الوطن، والشيخ ذاته قدر كيف؟ ودي دار لها لجام شمس عشان تجرها، تنجمها كيف؟ بياته معدن ده اللي بيقدر يلف الشمس كده ويتجر بيه. وبعدين ربنا قال الشمس ذاتها ما في زول بيجرها ولا في مخلوق بيجرها، ها؟ بتجري بأمر الله. عشان كده ربنا عز وجل قال والشمس تجري، أسند إليها الفعل. كذلك في حديث أبي ذر الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس، أخبر أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، قال ولا تشرق حتى تستأذن ربها تسجد فيأذن لها بالغروب، قال فيوشك أن تسجد فلا يؤذن لها حتى تخرج تؤمر فتخرج من المغرب، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فدائما يقول لك بتصرفوا في الكون، عرفتها؟ قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا، وكلام كله أوهام فارغة وباطلة، لا في تمساح لا جر شمس، والله كانون الشيخ ما يقدر يجرون، عرفتها؟ قال ومنهم الشيخ قال أحمد الطيب البشير، وقال ربنا ملك الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة. 33 سنة لا في زول كتلو، لا اعتدوا عليه، لا ضبانة ماتت، لا زراعة حرقت، لا جراد أكل عيش، ولا جات سيول إلى آخر، وكل من الكذب. ربنا عز وجل قال قل من بيده ملكوت كل شيء
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ناس معلقة في أموات تديهم صفات، والله العاجب لو ما سمع بالقرآن ينكر هذه الأمور. زول ميت رميم، رميم والشيخ ذاته أكل الدود وعفن وينقلب كله إلى صديق وإلى عظام مفتتة، ده كيف كان يمرق من القبر ويتصرف في الكون ويدي داك جنة وداك يديه يعني رزق وداك يقوم للزراعة وداك ينزل له المطر، زي ما قال الدكتور البليد الذي يؤسف على الدال الذي جعلت قبل اسمه. أدى دكتور وبقري في جامعة الدرمان الإسلامية، عرفته دكتور بيقول إنه بيتكلم قال عن التقدم والرقي والثورة. يعني تتكلم عن ثورة شنو يا أخي؟ شوف لك محاية. ده لازم يتكلم إنه في غير الله بنزل المطر. قال بعض مرات وكذاب، ما بعض مرات، طوال بيمشي للشيوخ. قال بنمشي للشيوخ، قال بيقروا ياسين فينزل المطر. طيب ياسين دي ما قرأنا. الشيخ عنده شيء بيزيده للصورة دي، لو صحيح ثبت إن الصورة دي بتنزل بها الأمطار. ده دكتور قرأ الفقه، عشان تعرف إنه زول لو عقدته خربانة الفقه ذاته بتاعه بيكون فقه فاشل، فقه بليد، لأنه ده بدل يصلي صلاة الاستسقاء مشى للفقيه. قال المطر بيجي، يكونوا حواشتين سوا، تدفع البياض المطر يجي للزول الدفع، والزول ما دفع مطر ما يجي. أسي الليلة شوف الخريف السنة دي اللهم بارك، مطر عجيب، مطر عجيب. لو كان المطر ده بالقروش، أسي المفروض إحنا ندفع كم عشان المطر ده يجي؟ دي قروش ذاتها ما بتتحسب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص مما عند الله شيء. فربنا سبحانه وتعالى يمن على البشر بأصناف وأنواع النعم الكثيرة والمختلفة، حتى قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه شنو؟ ظاهرة وباطنة. وربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى قال إن الله غفور رحيم. قالوا الآيتين بداية سواء لكن النهايات اختلفت، لأنه فعل الرب عز وجل أنه يغفر لبني آدم مع ظلمهم، وبنو آدم يلاقون نعم الله عز وجل بالكفران وبالجحود وبنسبتها إلى الذين لا يستحقونها من المخلوقين ومن الضعاف ومن البشر الذين يموتون ويشربون ويمرضون ويأكلون ويتغوطون ويبولون. بني آدم زيك بيأكلوا فتفت ويضرب في الفشفاش وشنطة توديه المستشفى إلا يترسو 700 حقنة، ده يمشي يدعوه من دون الله عز وجل ويخلي ربك الكريم الغني الحميد. والله الإنسان اللي بيشوف الجبال واللي بيشوف الخيران واللي بيشوف الأمطار واللي بيشوف السيول واللي بيشوف البشر، الربنا رازقهم البشر، بس الربنا رازقهم، يعلم عظمة الله عز وجل وأنه وحده المستحق للعبادة. يا أخ ربنا وبيرزق والدبرك، والدبرك لا عنده جزلان، لا عنده صراف آلي، لا عنده فرن، بيمرق الصباح بيجي راجع شبعان ياكل هو ويأكل أولاده. ربنا يرزق الطير في أوكارها. ولذلك يا أخواننا البلد دي ما بتصلح إلا بالتوحيد، والله ما تصلح إلا بالتوحيد. والله الناس الدائرين الخير للناس يكلمون في التوحيد وإنه الناس يرجعوا إلى الله عز وجل، لكن لو جابوا الدولارات يصنعوها جوا السودان في السوق العربي، والقبب قاعدة، القبب والأضرحة والتمائم ومنادات الفقراء والمشي يسفوا التراب وطينة ود الطريفي ويشربوا مية الغسل حقة الشيخ ويلحسوا في عرق الشيخ، والله البلد ما تتقدم شبر شبر، ما تمشي. وربنا يمحق الخير فيها
بسبب هذه الذنوب والمعاصي والشركيات. ده غير المسائل الثانية. فربنا مدح إبراهيم عليه السلام بأنه جاء بقلب سليم وأنه جاء بالتوحيد ودعا قومه إلى التوحيد، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ علماء قالوا ده سؤال بتاع إنكار وتوبيخ أنهم يعبدون مع الله غيره. أئفكا آلهة؟ الشرك بالله ده كله كذب دجل واختلاء. اخترعوا الكذب. ربنا قال فمن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. تجعل شريك لربنا عز وجل وتقول ذلك ينفعون أو يضرون. عشان كده إبراهيم قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وهناك قال في سورة الأنبياء قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولذلك أنكر عليهم عبادة الأصنام. والأصنام مش معناها الحجار. أنا في ناس يقول لك لا يا أخي إحنا ما بنحتاج الكلام ده لأنه هنا ما في هوبل، ولا ما في هوبل لكن في البرع، ما في منات لكن في كدباس، ما في غيرهم العزة لكن في بتاع الكباش والمكاش وغير أندار تعبد من دون الله عز وجل. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ودي يا أخواننا لابد تكون صفة عظيمة من صفات المسلم. شكد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه في خيل من أحمس وقال ألا تريحني من ذي الخلصة. وذو الخلصة هو طاغية دوس الذي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال ألا تريحني من ذي الخلصة. كان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ويقلقه أن يكون معبودا مع الله في أرض الله. وده زول يا أخواننا بتاع التوحيد دائما كلامه كله زي ما قالوا العلماء قالوا الداعي إلى الله والتوحيد قال لو تكلم في الجغرافيا لأدخل التوحيد. لو اتكلم في الجغرافيا وما في حرج يا أخواننا إنه الداعي إلى الله يبقى عنده مداخل تكلم على السيرة ويدخل التوحيد، وأن السيرة هي عبارة عن ما حدث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة لدعوة التوحيد. وإن إنسان يتكلم عن الفقه وأول حاجة في الفقه الطهارة، وأول وأعظم الطهارة طهارة القلب من الشرك ومن النفاق تدخل التوحيد. في أي موضوع تدخل التوحيد، لكن تلقى دعاة يأكلون باسم التوحيد ويحاربون التوحيد. واحد عامل له عزبة طويلة وجلابية نظيفة كويس وشبعان ويعني مرتاح باسم التوحيد، ويمشي للناس اللي بيحبوا التوحيد برا السودان وبيدفعوا للناس عشان ينشروا دعوة التوحيد، يمشي هناك يعمل لك فوقه هو سيف الله المسلول على المشركين، وبيجي تلقاه جايطه مرة ماشي مع الصوفية، مرة يمدح فوقهم، مرة يكرمهم ويرفعهم، مرة يقول الخلافات بيناتنا وبيناتهم بسيطة، عرفتها؟ إلى آخر. زي ما بتعمل الجماعات التي تنتسب إلى السنة اليوم بشتى مسمياتها وجمعياتها ومنظماتها، عرفتها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقلقه أكثر من الشرك بالله عز وجل. شكر إبراهيم عليه السلام
قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ أي ذهب إليهم في سرعة وخفية، فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. العلماء قالوا لأن اليمين أقوى وأنكى ويعني أوجع في الضرب، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. ما ممكن تعبد الشيء اللي بتعمله انت. وده الليل الحاصل في البلد دي، يقول لك يا اخي الاصنام كان بينجروها، اهي انت القبه دي اللي عملها سويتها براك وبقيت تطوف فيها؟ القبه سواها منه سويتها انت بقيت تطوف فيها؟ السياج اللي حول القبر اللي عمله منه عملته انت وبقيت تطوف فيه؟ التراب اللي بيسفوه المساكين المخدوعين الكباو منه كبيته انت؟ والله خلقكم وما تعملون. بعد ذلك ربنا قال فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لما صارموا قومه صارموا أبوه قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا أي أبدا. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. العلماء قالوا دعا الله عز وجل أن يهبه الذرية التي تعبد الله عز وجل لما أيس من صلاح قومه من أن يعبدوا الله عز وجل وحده. رب هب لي من الصالحين. بلغ 80 سنة عليه السلام ثم وهب بعد ذلك الولد. ربنا قال فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي، وده يا أخواننا امتحان ثاني، عشان كده ربنا قال عن إبراهيم وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن وفى معنى واحد. ولذلك لما بلغ معه مبلغ الرجال وأن الوالد يستفيد من ولده حيث يريح من مشقة العمل، فلما بلغ معه السعي وبلغ أن يعمل عمل الرجال قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أيضا امتحان لإبراهيم عليه السلام في شدة إخلاصه وتسليمه لأمر الله عز وجل، واختبار لمداومته وملازمته للطاعة. عشان كده ربنا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني مداوم على الطاعة. فربنا ابتلاه بذبح الولد الذي جاء بعد الكبر والزمن الطويل والذي بلغ المبلغ الذي يحب فيه الوالد الولد. ربنا ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأنه لم قال بعض أهل العلم لما كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما دخل شيء من محبة الولد في قلب إبراهيم عليه السلام وأراد الله أن يصفي قلب إبراهيم له تبارك وتعالى، لأن الخلة أعلى درجات المحبة كما قال الشاعر قال تخللت مني موضع القلب وبذا سمي الخليل خليل. عشان كده ربنا قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا غير أني خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فربنا ابتلى ده اختبار ثاني لأن ليرى الله عز وجل منه مداومة الطاعة وملازمة الطاعة. ربنا عز وجل قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يدل أيضا على
شدة إيمان نبيه ورسوله إسماعيل ومقامه العظيم عند الله، كما مدحه الله في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لأنه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم صبر. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ربنا قال: فلما أسلما وتله ويكبه للجبين حتى لا تدركه شفقة الولد، وخرجت هذه أو هذا الموضع من المحبة في قلب إبراهيم عليه السلام، وانتهى الأمر الذي بسببه امتحن إبراهيم عليه السلام. ربنا قال: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وده فيه يا أخوانا الاستسلام للدين وللشريعة، لأن الليلة كثير من الناس بسبب عمائل مجارمة في الأرض باسم الدين كرهوا الناس في الدين وخلوا الناس يرفضوا الدين وبرروا للمجرمين من العلمانيين والشيوعيين وغيرهم أن يسبوا الدين صراحة أمام الناس أمام الملأ. واحد يقول لك ما دايرين دين، واحد يسير الله يقول إذا امتدت يد الله للمتارس قطعناها، واحدة قبل يومين تنبس في الحج وتقول الحج ذاته ما أبدأ عليه، هذه المجرمة الأفاكة سيئة تسيل دين الإسلام ولدين محمد عليه الصلاة والسلام. وربنا عز وجل قال: فلا وربك، آيات دينا والدياوين، فلا وربك لا يؤمنون. وحي يقول لك انتوا دارين تورون الدين، نحن عارفين الدين. طيب ما من عرفتك ما عرفت الآية دي؟ ربنا أقسم وذكر أنه رب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: فلا وربك، دي ربوبية خاصة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناس الدائرين ما يسلموا لأمر الله، وأمر الله ما يكون عنده فيهم محكم، عندهم فيهم محكما، وأمر الله عز وجل عندهم بعيد، وأمر الله عز وجل عندهم يعني في أدنى المراتب. وأحسن مرتبة من يساوي أمر الله بالقوانين الهندية والإنجليزية والأمريكية، ده الدائرين هم كويس. يقول لك إحنا كلنا عندنا الأديان واحد، عندك دين الإسلام الذي يؤمر فيه بالتوحيد ويتخلص فيه العبادة لله ويعظم فيه الرب عز وجل وينزه عن الشريك وعن الولد وعن المثيل وعن الوالدة وعن البنت وعن النقائص ويوصف بالسلامة والنزاهة عن النقائص. الرب عز وجل الذي جاء به الإسلام والقرآن والسنة، تجد تساوي لي دين زي ده مع دين محرف مبدل مغير. يقول الله تالي الثلاثة، يقول الله عنده ولد، يقول إنه ربنا عز وجل عاجز، يقول أن الأنبياء يقعون في الزنا وأن الأنبياء يتمكنون في الله تبارك وتعالى وغير ذلك من المصائب تساوي ليه، بل قالوا يساوي دين الإسلام كل الأديان. قال تعبد الله، تعبد بوذا، تعبد مهاتما غاندي، تعبد صنم، تبقى هندوسي، تبقى بوذي، تبقى بتاع كجور، تبقى نصراني يهودي، بتعبد الله، بتعبد غير الله، أي حاجة. قال واحد، ما واحد، دين الإسلام مهيمن على جميع الأديان وحاكم عليها وناسخ لها، وهو دين الله المرتضى. إن الدين
عند الله الإسلام. الدين عند الله عز وجل الإسلام. وربنا عز وجل نزل كتاب محكم، كتاب قيم، كتاب كمل في أحكامه وفي أخباره وفي شعائره وشرائعه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نحن نخلي الدين ده عشانكم انتم؟ نخلي كلام الله عشان انت ما عجبك؟ موت وان شاء. لكن نحن ما بنخلي كلام ربنا عز وجل، وما بنكفر بكلام ربنا عز وجل. ربنا قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ربنا عز وجل قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الدين حكم وحكم وتدخل في أمور الناس وحياتهم. الزواج دير ما داري الحياة زي داري مجتمع ده يكون مجتمع جاي. الزول الزواج عندنا في الدين مبني على حكم. أول حاجة هو من آيات الله، آية تدل على الله عز وجل ووسيلة لكسر القبليات والحواجز التي تكون بين الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيات وسيلة بالزواج. الزواج فيه حكم عظيمة، تكسير للناس، تكثير للناس وحفظا للناس، وفيه عفة للإنسان وحفظا لصحته وإعفاف للرجل والمرأة. وبعد ذاك بتجي تتعارف أسر والراجل بيجي بالباب عديل ويجي يطلب بنت الناس بالباب ويدق الباب ويستقبلوه ويجيبوا الضيوف والناس، عرفت؟ ويدخل على أهله بالبركة وبالسنة. وإذا ولد له الولد يدعو الناس ويفرح ويقوم مجتمع وتتكون أسرة ويربى ولد في كنف أم وأب بيناتهم المحبة والإلفة، وده قائم على فطرة سوية وصحيحة. عنده أبوه، عنده أمه، عنده أسرته، يشيل من أخلاقهم السمحة ومن عاداتهم الطيبة ويتعلم من دينهم الصحيح. كويس؟ ده دارين يجي يستبدل لنا بشغلة بتاعت فوضى. فوضى تجيتها للملك في وحدة في أي ملف من الملفات أو بأي مناسبة من المناسبات اللي بقت فارغة. مرة تسافر زي ما داير، تسافر هي زي ما دايرة، عرفتها؟ تمشي أي محل تبيت فوقه زي ما دايرة، تمشي ترقد مع الراجل الدايراوي وتسلي ذلك القوانين. ما يقول لك لا ماذا لا دمن 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 الدولة المدنية دي هذاك، ما بتسنوا بعدين قوانين وبتكوركوا في القوانين التي تجرب مثل هذه البهيمية بتنخض فوقها. كويس؟ بغض النظر عن الناس المجارمة الما طبقوها، عرفتها؟ وبعد ذلك يبقى المجتمع متفشيا فيه، والفواحش والزنا والمصائب. يجيبوا لهم مخاليق وبشر يولدوهم، الأم تتبرى منهم والولد يتبرى منهم. عشان كده عندهم واحدة قبل فترة قالت لما سألها قال لها رأيك شنو في التعدد الراجل يعدد، قالت وأنا المؤسسة لا ترضى. تعرف المؤسسة دي شنو؟ ما المؤسسة الحكومية لعمليات الحفر والري، لا لا لا، ولا مؤسسة تمويل الأصغر، لا لا، المؤسسة دي عن العرس الشرعي، دق الباب
وكلامهم يا اخواننا ما جدي ده شغل الجاهليه. مش بيقول لك نحن التحضر والمدنيه من المدينه ونحن الناس اللي عندنا وعندنا، ده شغل الجاهليه. عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كان نكاح الجاهليه على اربعه انحاء منا. شوف ده الشغل بتاع الليله ذاته. قالوا المراه يخش على مجموعه من الرجال، ودين برضو قالوا العلمانيين قالوا ليه المراه الراجل يعرس اربعه والمراه تعرس واحد؟ لانه ربنا خلقها كده، ولانه بعدين فيها نفقه ونسبه للابو. وأسي الليلة لو زول سألوا في أي شارع في أي ملف أنت من وين أزول؟ يقول لك والله أنا من البلد الفلانية. أبوك منو؟ أبوي فلان. أيوه أبوك ده كده، وبيمرقوها بيمرقوك عديد شوكتك دي بتمرق بضريبة. لكن أنت لما تكون عندك 16 أبو وأم واحدة بيجي طاكف واحد قال لهم ينسبوه للفريق القومي ولا شو؟ ده ودى الفريق القومي أبو منو؟ فده شغل الجاهلية. قال عائشة رضي الله عنها قالت لك ده أول نون، مجموعة من الرجال يخشوا على المرأة بعد ذلك تجي توقفهم صف. العجبة ذاك تقول له هوي ده ولدك، يمكن يكون ضيراته زي حقة الأول، لكن بس ده. ونوع ثاني وده دايرينه برضه إنه، ودي أخواننا من الدياسة وده واحد منهم برضه ناس المدنية ديل، قال أنت ما تزال بنتك جاية من وين وماشية من وين. دي من المرحلة الأولى، لأنه ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشياطين فيهم شياطين إنس، شيطان بتاع إنس عنده ريحة وقلمبيك ومقندف وموبايل وبيعمل لايفات، شيطان بتاع إنس، عرفتها؟ النوع الثاني قال يقول للمرأة الراجل ذاك راجل فارس وبكران، أمشي أرقدي معاه جيب لنا حسن لنا منه الناس، ولذلك الأوائل ديل فترانين ساي يجيب لنا واحد مجيط. ده الشغل بتاع الجاهلية دايرينه لنا الليلة. قوانين بنتك حصلت 18 سنة بعد ده ما عندك بها شغل، مش فترة 18 دي يعني ما تسأل ماشية من وين وجاية من وين، مش كده، مش دي غرفتها تدق الباب، انت شنباتك مبرمان عشتك وعلمتك طويلة وكلمتك مسموعة في البلد، تفتح الباب تجي هي خاشة مع واحد من الشفوت ده منو ده؟ تقول لك ده مال بوي فريند. هو جابه هنا شنو؟ يقول لك دي مع حريتي انا حصلتها 18 سنه. تديها كف طوالي بتدق لناس الجسم بيجوا بيرفعوك، وان موكلتي حصلت 18 سنه وان هذه شهاده الميلاد، وانت يطبقوا فوقك الباطل والضلال. ده دايرينه. فالاسلام يا اخواننا ما ترك شيئا من الامور والاوامر التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم إلا أتى بها. فالشاهد من الكلام إن أخواننا الإنسان يسلم بدينه، والزول اللي بيجي يقول لك لا أنا والله في الاقتصاد بس، أو ده في الاجتماع بس، أو ده في كذا أو كذا، إما ما فهم الدين أو ما فهم الموضوع اللي بنادره، عرفتها؟ لأنه في آيات أنت مش بتؤمن بالقرآن، الآيات دي كده ورينا أنا ودي أوريك، أنا ما دار أبقى معاك مدني زيك، دار أبقى معاك مدني للنهاية. وريني الآيات دي عمل لها شو؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني شيلوا شعائر الإسلام كلها، ما تخلوا حاجة وتمسكوا في حاجة. وربنا عز وجل قال أفتؤمنون، ودي صفة اليهود بالمناسبة، ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب الزول اللي بيعمل كده جزاؤه شنو؟ ربنا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فما ممكن تتفرق القرآن على كيفك، لا ده دايرينه. الحتة دي اديني ليها، أظن أنا ببيع باسطة أديك من دي وأخلي لك دي، تاخذ الدين ده كله، كل الدين ده تاخذ. فشوف إبراهيم عليه السلام ما قال لربنا عز وجل أنت أمرتني أكسر الأصنام كسرتها، أمرك من البلد مرقت منا، ها ألقوني في النار ما في مشكلة، أخلي ولدي وزوجتي في الصحراء ما في مشكلة، لكن بس ما تقول لي اذبح ولدك. هل قال كده؟ ها ربنا قال فلما أسلما وتله للجبين
وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم كبش رعى في الجنة يقال 40 سنة. وده فيه دليل يا أخواننا إن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل ربنا عز وجل بيفرج عنه أمر الدنيا. شكل الناس الليلة اللي بيجي يقول والله المدنية دي إن شاء الله ينجاد ما أعرف أمريكا بتدينا قروش وكذا تواهم ساكت. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف ربنا عز وجل رزق إبراهيم عليه السلام بذبح وربنا سماه عظيم. العلماء قالوا عظيم لأن الكبش جاء فداء لإسماعيل عليه السلام وهو عظيم لأنه فداء لإسماعيل عليه السلام وهو عظيم لأنه صار سنة متبعة إلى يوم القيامة. وفديناه بذبح عظيم تركنا عليه في الآخرين. فربنا مدح إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بعيد من الشرك. والشرك يدخل فوق جميع أنواع الشرك والباطل والكفر والإلحاد كلهم يخشوا فوق فيجتنب الإنسان ويبعد كما دعا إبراهيم عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم أكد الله عز وجل ذلك فقال وما كان من المشركين. فما أعظم هذه الصفات وما أعظم من اقتدى بنبي الله وخليل إبراهيم عليه السلام فجاء بهذه الصفات وحققها. الكلام يطول لكن أفتح فرصة لأخونا الشيخ أحمد البدوي فليتقدم. مجزيه مشكور.